بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شغلني موضوع سميته ازمه الابن الاكبر. احنا داخلين الاسبوع الجاي على اسبوع الابن الضال، ويا ما سمعنا وعظ في الابن الضال، ويمكن كتير منكم وعظ وتكلم عن الابن الضال والاب الجميل والمحبه الاب وصبره وحريه الاراده وعوده الابن وجمال التوبه وخطوات التوبه، كل ده انتوا بتعرفوا تقولوا فيه. إنما أنا بحب أكون واقعي، إحنا في أزمة. الأزمة اللي إحنا شايفينها في الكنائس وفي الكرازة هي أزمة الابن الأكبر. إيه أزمة الابن الأكبر دي؟ هقول لكم أنا قصدت بيها إيه. بصوا التعبير اللي استخدمه الابن الأكبر. But as soon as this son of yours came، ده الابن بيقول كده، لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمى. لما جاء ابنك الذي أكل معيشتك، هنا الأزمة فين؟ الأزمة دي كترت قوي. أزمة عدم قبول أخويا ده خادم زميلي، خادم في بلد تانية، خادم جديد، خادم قديم، خادم كبير في السن، خدم culturally different. أزمة، أنا ملاحظ أنها أصبحت أزمة. أكبر معطل لانطلاق الخدمة في الكنيسة دلوقتي في رأيي هي الحتة دي، أن الإخوات مش قابلين بعض. القضية ما بقتش إزاي تقدم المسيح للي برة، القضية الأكبر دلوقتي إزاي نحب بعض جوه وننجح في دي رغم كل الاختلافات رغم التحديات. الأزمة دي أولها أنه مقتنع تماماً أنه صح. الابن الأكبر عنده قناعة داخلية أنه صح. بص أنا أقول لكم حاجة شخصية بتحصل معي. بيجي لي خادم هايج جداً على أخوه وبيشكي بشدة، وشايف أنه ما معناه أنت أبونا سايبه ويخدم ليه، وأنا بسمعه ببقى حاسس انت قد كده مقتنع بوجهة نظرك، مش شايف خالص حاجة تاني. ما هو الابن الاكبر جاي مقتنع تماما انه صح. انت ازاي يا اب تقبل واحد زي كده؟ ازاي تسمح لواحد زي كده يدخل البيت؟ ازاي تسامحه؟ ازاي تقبله؟ ازاي تفرح له؟ ازاي؟ وانا معايا حق، انا اللي مظلوم، انا اللي مضطهد في البيت ده ومصدق روحه خالص إلى هذه الدرجة. كلنا دلوقتي وإحنا بنبص على القصة من بعيد مستغلطين الابن الأكبر، بس على فكرة إحنا كتير قوي بنبقى واخدين مكان الابن الأكبر وإحنا بناخد موقف. بصوا التلاميذ مع السامري، خلي بالكم إحنا الابن الأكبر ده هيتابعنا طول الصوم. بعد قصة الابن الضال هتيجي السامرية، بعد السامرية المخلع، بعد المخلع المولود أعمى. في كل قصة من دول في صورة الابن الأكبر. مثلا في السامرية الابن الأكبر في رأيي هم التلاميذ. تلاميذ وهم جايبين الأكل للمسيح بصوا على المنظر وشهم جاب ألوان. إيه ده؟ إيه اللي بيعمله يسوع؟ يقعد مع واحدة سيد زي كده سامرية وشكلها باين عليها مش كويسة. تعجبوا أنه يتكلم مع امرأة. واخدين بالكم؟ هو نفس الموقف، هما مستغربين انت ازاي تقبل ان واحدة زي كده تشغلك وتتكلم معاك، وبعدين انت قابل ان هي تروح تشهدلك وتتكلم عنك، يعني قابلها خادمة. يعني هي ازمة الابن الاكبر، ومقتنعين تماما احنا بنحبك، احنا محافظين على منظرك، الست دي هتجيب لك الكلام، الست دي هتسيء للخدمة. واخدين بالكم؟ مقتنع تماما انه صح. مثلا في المخلع، اليهود مع المخلع، الراجل 38 سنة مشلول ما طلعوش غير باستنتاج واحد، الراجل اللي شفاك ده يستاهل الرجم. يا نهار ابيض، اللي شفاك يستاهل الرجم. يوحنا 5 كان أول مرة يذكر إن اليهود رفعوا حجارة يرجموا المسيح بعد حادثة المخلع. يا جماعة أنتوا ما شفتوش إن الراجل مشي؟ ده 38 سنة. هما ما شافوش، هما اللي شافوه ايه؟ احنا صح، احنا حافظ السبت،
اللي عمله ده كسر للسبت يستحق الرجم، الشريعة بتقول كده. الابن الأكبر اللي مقتنع تماما انه صح والدنيا كلها غلط. نفس الموقف مع المولود أعمى. الرؤساء لما قعدوا مع المولود أعمى، كهنة والكتبة، قالوا له شوف يا عم انت، هذا الإنسان خاطئ، قول ورانا هذا الإنسان خاطئ عشان كسر السبت. الرجل رد بمنتهى السذاجة، أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. ماليش دعوة. شوفوا قد إيه أزمة الابن الأكبر. دول رجال الدين، دول اللي بيخدموا، دول اللي مسيطرين، دول اللي شايفين نفسهم حماة العقيدة وحماة الطقس وحماة الكنيسة وحماة الحق. الحقيقة هم بيرجموا الناس، هم أزمتهم هي أزمة الابن الأكبر اللي مش فاهم ربنا ومش حاسس بربنا ومش شايف الناس ولا حاسس بالناس، ومقتنع أنا صح، أنا صح ومعايا أدلة إن موقفي صح. الابن الأكبر أزمته إنه دايما بيبص على صورة جزئية مش صورة كلية. يعني إيه؟ تدخل في حوار مع شخص يقول لك كرامة الكنيسة، صورة المسيح. أيوة حبيبي، أنا صدقني يهمني كرامة الكنيسة، أكيد ما حبش إن حد يعيب في الكنيسة. أنا أكتر واحد اتأذيت في يوم من الأيام لما ركبت تاكسي مرة وسواق التاكسي قال لي معلش يا مولانا، هو في حاجة في الإنجيل عندكم بتقول البنات تلبس محزق كده؟ أنا كان ألم على وش. كرامة الكنيسة، بس أنا مع كده لو بنت لابسة ملخبط وأول مرة أشوفها مش ههزقها، ازيك يا بنتي منورة الكنيسة. لكن أزمة الابن الأكبر اطلع بره، أنت تسيء لمنظر الكنيسة، دي أزمة الابن الأكبر. طب واللي ماتت، اللي مات عنها المسيح دي، واللي لسه ما فهمتش يعني إيه تحب ربنا وتحافظ على يعني منظرها كابنة لله، لسه ما دخلتش الفكرة. معلش، أزمة الابن الأكبر أنه شايف الحق والمحقوق. في ناس بتتكلم كده، تتكلم معاه تحس أنك أنت بتتكلم مع محامي، مع قاضي. وحتى في الخدمة خلي بالكم، أنا بتكلم من معاناة داخل الكرازة يعني، وأنا عارف أن في زيها في كل خدمات الكنائس في ماري مرقص وبره ماري مرقص، انه احنا اتفقنا الميعاد يمشي كده، هو اتاخر لغلنا مش عارف ايه وجي على خدمتي. واللغه نفسها تحسسك انه انت مش قابل اخوك، انت هتدب خناقه عشان ربع ساعه ونص ساعه، انت قد كده بقيت حرفي. والحق ده مش حق حبيبه، فين حق المحبه قبل ده كله؟ ده انت مش شايف حاجه عدله في اخوك اساسا، انت مش طايقه، انت عاوز تاخد البيت كله في حجرك. الابن الاكبر كان يتمنى يسمع خبر اخوه عشان يورث ابوه. هي بتوصل لكده في الاخر، انك عاوز تخدم لوحدك مش عاوز حد جنبك، لان اللي جنبك ده معطلك، اللي جنبك ده بيحك فيك، في فريكشن وانت بتشتغل. لكن لو انت بتفكر زي الاب، اجمل منظر عنده ان الاخوات يحبوا بعض ويبوسوا بعض ويحضنوا بعض بعد غيبة طويلة. الأب يبكي من السعادة، بس الأب بكى من البؤس لما لقى الابن الأكبر مش قابل الابن الأصغر، نكد عليه وضيع فرحته في اليوم الجميل ده. الصورة الجزئية هي صورة الطقس الجامد الحرف. أنا بحب الطقس وكلكم بتحبوا الطقس لو أنتوا أرثوذكس أصلا، لكن يا جماعة الطقس من أجل الإنسان. الابن الأكبر هو الذي لا يرى إلا الطقس، لا يرى الروح، لا يرى خلاص النفوس، لا يرى المبتدئين، لا يرى الأطفال، لا يرى الرضع، لا يرى ظروف الناس، لا لا، القصة بالنسبة له شريعة وفرائض وأحكام، وقصة تخلي الابن الأصغر ده يطلع تاني الشارع. أزمة الابن الأكبر هو الشخص الذي لا يرى إلا نفسه. في الخدمة كده، أنا مش بتكلم، مش بروح بعيد يا جماعة، كلنا فينا حتة أزمة الابن الأكبر، كلنا بدرجة مش بنقبل بعض. يعني إيه؟ أنا توقعت، هذه حتة بقى مشكلة، الإكسبكتيشن بقى،
يجي خادم يقول لي انا توقعت لما يبقى معايا خادم زميلي هنريح بعض، بس الحقيقه هو تعبني. اوكي، الله اعلم مين اللي تعب مين. انا توقعت انه لازم يرجع لي، ما رجعليش. انا توقعت انه لازم يحط حدود واضحه. يا ابني انت عمال تجمل الصوره، انت ما بتحبوش، انت مش عارف تحب اخوك لانه مختلف، لانه في نظرك خاطي وانت بار، والحقيقه هو تائب وانت غير تائب. ودي المأساة، الابن الضال كان تائب، الابن الاكبر غير تائب. بس الابن الاكبر شايف ايه؟ انا البار وهو الخاطي. دي أزمة الابن الاكبر. انا قلت يا سيدي، وانت قلت، ما ربنا قال وبنكسر كلامه والدنيا ماشيه. يعني في واحد يقول انا قلت، محدش سمعني، محدش خد برايي. في ناس بترجع من المشن خربة الدنيا لانه انا قلت لهم ما سمعونيش. وبعدين حصل ايه يعني؟ عادي، ما احنا فريق وكلنا بنقوله في الاخر لازم راي واحد اللي هيمشي، ومش بالضروره يكون رايك يعني، عادي جدا يعني، ما حصلش حاجه. ولما ما ياخدوش رايه يتهم الليدر بالديكتاتوريه، والحقيقه هو اللي ديكتاتور، فما حدش خد رايه، وبالتالي كل الناس بقت غلط. انا اتظلمت. الابن الاكبر شوفوا في القصه يا جماعه، حاسس بظلم ومقتنع تماما انه مظلوم. خدتوا بالكم الصيغه؟ قد لم تعطيني جديا لافرح مع اصدقائي. انت شايف نفسك مظلوم بجد؟ بتفكرني قوي لما ربنا قال لي يونان كلمه كاب كده مكسور بيقول له هل اختصت بالصواب؟ يعني هو انت معاك حق في غيظك؟ يقول له يا فلان، هو انت شايف انك مظلوم بجد؟ ايوه مظلوم، واحنا اساسا عاملينك خادم وانت ما تستاهلش، جاي تتخانق كخادم؟ انت اساسا ما تستاهلش تبقى خادم، فانت وصلت انك حاسس بظلم لان في خدمتك مش مدينك حريه كفايه، بتقول انا مظلوم؟ انت نسيت روحك ولا ايه؟ انت اساسا ما كنتش، ما تنفعش تبقى خادم. فين الظلم؟ انت ظالم ابوك وظالم اخوك وحاسس انك مظلوم. دي ازمه الابن الاكبر، انه مركز مع نفسه قوي، مش شايف غير نفسه. انا باجي على نفسي طول الوقت، انا استحملته كتير قوي، انا جبت اخري، انا الحقيقه الابن الاصغر ده اللي حاسس انه مكسور وباصص في الارض كان نفسه اخوه يحضنه، وكان نفسه اخوه يقول له الحمد لله على السلامه حبيبي وحشتني، وكان هيقول له انا ما استاهلش اكون اخوك. انما الابن الاصغر اكيد اتكبس بعد ما فرح قوي بحضن ابوه، اتكبس قوي من حضن اخوه، ما لقاهوش. وده اللي بيحصل على فكره، ان يدخل واحد ربنا ياخده بالحضن ويقول له انا فرحان بيك عشان رجعت، واول واحد من الكنيسه يسمعه كلمه جميله فيقول له لا انت هتصدق حضن ابوك ولا ايه؟ انت اساسا ما حدش طايقك، انت ايه اللي جابك؟ فيفكر تاني يمشي، مش عشان ابوه وحش، عشان اخوه مش عارف يحبه. الازمه بتاعت الابن الاكبر هي روح الادانه اللي زادت قوي في الخدمات، زادت بزياده غريبه، والغريب ان احنا كاننا مغفلين كلنا مش شايفينها. تقريبا يوميا انا شايف روح ادانه. ادانه لكل الناس، بدايه يعني الناس بتدني طبعا، بتدين الاباء وبتدين الليدرز وبتدين الريزيدنس والعيشه واللي عايشينها كده، يعني مش سايبين حد. يا جماعه بالراحه بالراحه، خطر خالص عليكم الحته دي، احنا دخلنا في ازمه خطيره. انك انت شايف نفسك صح والادانه بقت سهله قوي، وبقى الكلام سهل قوي، والتخبيط في الناس سهل قوي، وكل واحد ماشي بيقول انا مظلوم، وانا اللي جايين عليا، وانا اللي مش سامعني، وانا وانا وانا، وانت مش واخد بالك الاب فرحان بايه، ولا حاسس بيه، ولا دريان بغياب اخوك اساسا، ولا فاهم القصه من اولها لاخرها، ومحسوب في الاخر كخادم، لانه بيقول ايه؟ اخدمك. خدتوا بالكم؟
هذه السنين ايه ريكورد بقى، ما هو خادم قديم 10 سنين، هذه السنين بخدمك وما عملتولنيش ليدر لغايه دلوقتي، ما عندكوش نظر؟ لا احنا ما عندناش نظر فعلا، جاديا لم تعطيني. انت داخل الخدمه عشان تبقى ليدر ولا عشان ياخدوا كلامك ولا انت ايه الحكايه؟ احنا حدش فينا كان يستاهل ابدا يتحس بخادم يعني. روح الادانه دي معناها توصل بيك انك شايف كل الناس غلط. خلي بالك روح الادانه تبدا بخطيه صغيره وتفرش وتكبر لدرجه تبقى مستغلط كل الناس ومش شايف حد كويس، ولو شفت حد كويس لازم بعدها بس، عارفين البس اللي هي الشياكه في الكلام يعني، فلان خادم كويس قوي بس، وتلاقي محاضره بعد كده بعد بس، يعني هي جمله ايه فلان خادم كويس يعني شياكه، اللي بعد بس ممكن تاخد فيه ساعه وانت فاكر نفسك ما وقعتش في الادانه عشان قلت هو خادم كويس، لا ده انت جبت الادانه من بلادها يعني. الكنيسه بقت غلط في نظر الشباب، انا بستغرب الفيسبوك واللي بيعملوه الشباب في الاسقفه وفي ابونا البطرك وفي والناس شايفه انها هتصلح الكنيسه، وفي موجه كده في الدنيا كده ان الكنيسه احنا هنصلحها. صلح ايه يا حبيبي؟ والقديسين اللي مسؤولين دول والمسيح صاحب الكنيسه مش عارف يشوف شغله يعني؟ عشان يطلع واحد او ظاهره او فئه تشعر داخليا انها هتصلح الكنيسه، لان الكنيسه ماشيه غلط، خطر جدا الى هذه الدرجه الواحد بيتكبر وبيتعمي وبيبقى الابن الاكبر. الابن الاكبر ما دخلش البيت في الاخر. الابن الاكبر ما نعرفش تاب ولا لا، ما نعرفش خالص ولا لا، ما نعرفش اتمتع بحضن ابوه تاني ولا لا، لانه وقع في الفخ بتاع سيبوني اصلح لكم بيتكم ده، لانك انت اب مش عارف تشوف شغلك واخ فاسد سايبينه يخدم وكلام اللي من النوع ده. ربنا نفسه بيطلع غلط، ظاهره ان الناس بقت معترضه على ربنا، وصلنا لكده دلوقتي. كنا زمان صعب قوي واحد يقول انا زعلان من ربنا، لا ده دلوقتي ده العادي، انا زعلان وانا مخصم وانا غضبان على ربنا. لا لا لا، ده الواحد بيخاف وهو بيسمع. الناس بقت تقول الكلام ده عادي، ده كل ده عبارة عن أزمة الابن الأكبر اللي هو أساسا مش شايف حاجة خالص، هو شايف الصورة مقلوبة تماما لأنه مركز مع نفسه بس. الشعار الجميل اللي قاله ربنا يسوع، قال أريد رحمة لا ذبيحة، أريد رحمة لا ذبيحة. يعني تعالى كده نراجع هو ربنا بيفكر ازاي، لأن واضح انك مش ممكن هتخدم صح إلا لما تفكر زي ما المسيح بيفكر. ربنا بيفكر بطريقة مختلفة خالص. فاكرين الأب قال لابنه إيه؟ قال له يا ابني أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك، كان ينبغي أن نفرح لأن أخوك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. أنت بتقول إيه؟ جدي وبخدمك وعملتها أزمة أخوك كان ميت وعاش، ده النهارده يوم قيامة، يوم فرحة ما فيش زيه. حاول تشوف الناس زي ما الناس شايفة روحها. يعني ايه الاب شايف ايه حبايبي؟ بصوا كده على القصة بتاعت الابن الضال. الاب شايف ان ده اجمل يوم في العمر، ابني رجع، ابني كان ميت وعاش. الاخ ما شافش خالص الاب، ما شافوش بيبص ازاي، ما شافش الفرحة اللي في عينيه، ما شافش الجري اللي جريه عشان يقع على حضن ابنه مشتاق له، ما شافهاش، هو لأنه ما بيشوفش غير نفسه. فأنت مش شايف أبونا بيفكر إزاي لأنك أنت مش عارف المسيح بيفكر إزاي ولا بيحس بإيه ولا إيه أولوياته أساسا. أنت بتحكم كده وأنت قاعد على كرسي رجل على رجل مطلع كل الناس غلط، كما تعرفش الأب ده بيفكر إزاي. الأب بيشوف حاجة غير خالص. الأب شايف قد إيه ابنه ده اتعذب ومحتاج أنه يتكرم ومحتاج تشجيع فظيع لانه مكسور جدا، بس الاخ التاني واخدها حق ومحقوق، ده سرقك، ده ضيع فلوسك، ده ظلمنا، ده ياخد على دماغه، ده ما يستاهلش. انت ما بتشوفش، انت ما بتشوفش الابن الاصغر، هو ما بيشوفش غير نفسه،
بص لأخوك، شوف السعادة، شوف الخجل اللي ورا السعادة، شوفوا قد إيه عمال يقول يا ريتني ما عملت العملة دي. طب قرب منه، حس بيه، إنما أنت ما بتحسش بحد لأنك أنت شايف نفسك صح. شوف العبيد نفسهم، على فكرة العبيد كانوا فرحانين جدا لفرح الأب، يعني العبيد كانوا أنظف وأحسن من الابن الأكبر، لأنه ابتدأوا يفرحون. الأب أول مرة يشوفوه فرحان زي العيال، فالكتاب يقول ابتدأوا يفرحون لدرجة واحد منهم تبرع بمنتهى السعادة والسذاجة يقول للابن الأكبر أخوك رجع، فأبوك عامل حفلة، نهارك أسود، ما هو مش واخد باله إن الخبر ده يعني جمر نار على رأسه، لكن هو بيقولها له متصور إنه يلا ندخل نهيص. أنت لا شايف أخوك اللي فرحان، ولا أبوك اللي فرحان، ولا العبيد اللي فرحانين، أنت مش شايف غير أزمتك، مكانتي، رأيي، ده سؤالي على طرف مش سامعني، وأنا صح ومعايا حق وبتكلم بالشريعة، بتكلم بالمطلوب والمفروض، أريد رحمة لا ذبيحة. خلينا أقول لكم، تعالوا نتعلم نشارك الناس فرحهم قبل تحليل موقفهم. يعني إيه؟ كان أولى وأجدى وأبدى للولد التاني ده إنه يدخل يهيص وياخد أخوه بالحضن ويفرح معاهم، وبعدين تاني يوم يقول لأبوه معلش في فكرة تعباني، هو أنا مش غالي زي أخويا؟ هو أنت ليه فرحت بيه عمرك ما فرحت بيه؟ يقول زي ما هو عاوز، بس شارك الناس فرحهم. نبقى احنا فرحانين في الكرازة بواحد راجع للمسيح، ولا باب اتفتح وبعدين يتنكد علينا من اتنين راجعين مش طايقين بعض؟ مش حرام عليكم اللي بتعملوه فينا ده؟ صدقوني، يبقى ربنا بينقذ نفوس، ناس ميتة بتقوم. وأفاجأ إن اللي راجعين بيه الميشن أو القصص اللي بنحكي فيها، بدل ما نحكي عن توبة الناس والنور اللي بيدخل البلاد والأبواب اللي عمالة تفتح بمعجزات، كل اللي بنحكي فيه إيه؟ فلان تعبنا قوي، ده اللي انت طلعت بيه من الميشن، ده اللي انت شفته، ده اللي انت حسيته، دي أزمة الابن الأكبر. يا ريتك عبد من العبيد، يا ريتك ملاك في السماء بيتفرج وعمال يتنطط من السعادة لأن في ناس بقت تتوب وبقت تؤمن، ولا إنكش قاعد تعد على أخواتك الغلط والغلاسات وغيره. شارك الابن الضال فرحته، شارك اللي بيتعمد جديد فرحته، شارك اللي لسه بيتعرف على الإنجيل فرحته، شارك الأب السماوي فرحته وفي ناس بتتعرف عليه، شارك الفرحة المقدسة، شارك العبيد الخدام الصادقين اللي عارفين انهم عبيد، اللي ما يستجروش يفكروا بلغة السادة، لأن احنا برضو عبيد، لكن العبيد كانوا أكثر صدقا وأكثر حبا لأبوهم. شارك السامرية فرحتها، بدل ما تبص لها يا يندراوس ولا بطرس ولا فلان ايه دي الست دي، بص للسعادة اللي هي فيها بعد ما عرفت المسيح، بص للسامريين اللي جايين كده بالكوم عاوزين يتعرفوا على ربنا يسوع، وعيش جمال اللحظات دي بدل ما تقعد تقول ايه الأشكال دي وازاي يحصل كده. أريد رحمة لا ذبيحة، شارك المخلع قيامته، شارك المولود أعمى عينيه اللي بتتفتح، لكن ما تبقاش من اليهود اللي ضيعوا فرحتهم ووقفوا عند السبت، ما لهمش دعوة بالشلل اللي راح ولا العمل اللي راح، هم مشكلتهم وأزمتهم السبت اتكسر. أريد رحمة لا ذبيحة، أنت ترى خطايا الناس كبيرة وللأسف لا ترى خطيتك. مين قال يا ابني أكبر إن خطيتك أقل من خطية أخوك؟ أخوك كان صريح وقليل الأدب وخد الفلوس وضيعها، وإنت قليل الأدب مرتين،
لأنك طلعت أبوك غلطان وأخوك غلطان وعينك في الجدي، بس أنت مش شايف أنك غلطان، أنت شايف أن أخوك هو اللي مجرم، لكن أنت مش قادر تحس خالص أن غلطك حقيقي. إحنا بنوزن الخطايا بميزاننا إحنا، فأنا خطاياي ساعات تفلت كلمة كده، ساعات أقصر في الصلاة، يا ابني أنت عندك مصيبة اسمها ما بحبش أخويا، مصيبة تودي ميت جهنم. أخوك ضعيف حتى لو بيزني، لكن أنت عندك مصيبة أكبر، فأنت ساعات بتشوف خطية الآخر ضخمة جدا، ودي لعبة الشيطان المشهورة، لكن مش راضي تشوف خطيتك أنت، وهي لا تقل خطورة أبدا. أنت لا تبكي إلا على ميت غيرك، يعني إيه؟ الآباء قالوا كده، ما تبكيش على ميت غيرك، ابكي على ميتك. يعني حرام عليك بدل ما تتوب عن قلبك الضيق وعن كبريائك وعن العجرفة اللي فيك وعن روح الإدانة اللي مالية عقلك، أنت عمال تقول مش ماشيين صح، مش بيفكروا صح، إداريا غلط، ما بيعملوش ريبورتنج مظبوط، مش بيدوني خبر، ما قالوا ليش. هو ده اللي شغلك؟ حتى لو معاك حق الحقيقة، بس أنت مش شايف المصيبة الأكبر اللي عندك. أيها الطبيب اشفي نفسك، كان مثل بلدي من وقت اليهود. يعني إيه؟ يعني حبيبي إذا كنت شايف أنك بتفهم قوي كده، طب شوف ما تعالج روحك طيب من المرض اللي اسمه عدم قبول الآخر أو عدم احترام الآخر أو عدم محبة الآخر أو عدم الاحتياج للآخر. عالج نفسك يا مرائي، أخرج أولا الإيه؟ الخشبة التي في عينك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزة من عين أخوك. احتملوني في الصراحة دي لأني مثقل، معلش، فقد إيه أنا صعبان علي ان يبقى وسطينا دايما في أزمة الابن الأكبر في كل حتة، بدل ما نشوف النعمة اللي ربنا بيديها لنا، بدل ما نشوف التوبة اللي الناس بتتوبة، بدل ما نشوف المعجزات اللي بتحصل حوالينا، احنا كل اللي بنركز فيه فلان وعلان، مش عارفين نحب بعض كأخوات، مش عارفين نتمتع بهذا الأب المثالي اللي مستعد يغفر ويغفر ويغفر بلا حدود، بس يرجع الناس كلها البيت ويلمهم في حضنه. والعبيد أوعى مننا وأدرى مننا، والناس اللي بره اللي ما بيخدموش بيشوفوا الثمر وبيشوفوا البركة اللي ساعات انتوا مش شايفينها، لأن انتوا كل تركيزكوا ايه؟ مكانتي فين في الخدمة دي؟ مركزي ايه؟ رأي الناس فيا ايه؟ ظلموني وايه؟ ما سمعوليش، والشغلة البايخة دي لإلهنا كل مجد وكرامة.